شكرا، انت باش تتيح لي فرصه باش نوضح النقطه هذه. فعلا فما فرق ما بين المسؤوليات، يعني المسؤوليه القضائيه والمسؤوليه السياسيه. انا اللي قلت اللي الناس اللي ارتكبت جرائم منصوص عليه، تعرف اللي عندنا في القانون مبدا لا جريمه ولا عقاب الا بنص. اذا جريمه التعذيب مثلا، جريمه التزوير مثلا، تزوير الانتخابات، هذه الجرائم يمكن تتبعها قانونا. يمكن العداله الانتقاليه ان تتبع هؤلاء المجرمين مهما طال الزمن، يعني مهما تجاوزنا مده سقوط الجريمه بمرور الزمن، يعني حتى من جرائم مرتكبه في اخر الخمسينات وفي الستينات وفي السبعينات يمكن تتبعها بموجب العداله الانتقاليه، لكن لا تسقط يعني بموجب الزمن، لا تسقط مرور الزمن بالنسبه للعداله الانتقاليه. هذه نقطة معينة، لكن ثم مسؤوليات من نوع آخر، المسؤوليات السياسية. يعني هنا أتحدث عن الأشخاص الذين نظروا للديكتاتورية، الذين نظروا للنظام القمعي، الأشخاص التي وقفت على المنظومة الإعلامية للنظام الديكتاتوري الذي كان قائما، الأشخاص التي ساهموا في بناء يعني في بناء الديكتاتورية. هؤلاء نعم. المنظرون، هؤلاء الذين ربما لا تتوفر شروط التتبع الجزائي ضدهم، الذين لا يمكن تتبعهم بموجب العدالة الانتقالية، لكن بحقيقة الأمر تعرف المخطط والمنظر مسؤوليته أكبر بكثير من الذي ينفذ. من هنا كانت فكرة العزل السياسي، لأن الأشخاص هؤلاء بحكم عدم إيمانهم بالديمقراطية، بحكم مساهمتهم في الديكتاتورية، بحكم حرمانهم ل 11 مليون تونسي طيلة معناها سنوات عديدة من مباشرة حقوقهم يعني المدنية والسياسية، احنا قلنا مبدأ العزل السياسي يقتضي منحهم من الترشح للمناصب القيادية في الدولة لمدة محددة في الزمن، يعني مدة 5 أو 10 سنوات. نعم. إلى أن يخلق يشتد عود يعني بناء هذا الأمر، يمكن أن يخلق أيضا نوع من النزاع بين الأحزاب السياسية في تونس، خاصة وأن هناك من الأحزاب من يرى أن هذا مبدأ الفصل أو مبدأ العزل السياسي هو نوع من حرمان الشعب في الاختيار. لا، في الحقيقة هو تكريس لحق الشعب في الاختيار. هو باش فسر لك علاش. تمكين هؤلاء الأشخاص من دخول اللعبة الديمقراطية رغم ماضيهم ورغم عدم إيمانهم الثابت بالمبادئ الديمقراطية، عدم إيمانهم الثابت بالمبادئ الديمقراطية لا يمكن أن يتغير يعني بين عشية وضحاها بحكم وجود ثورة. هم كانوا من المنظومة السابقة، هم من الثورة المضادة، هم من الدولة العميقة. إذا منحهم لمدة معينة من الزمن هو تكريس لحق الشعب التونسي في الاختيار. ولربما ما هنا باش نحكيو حتى على الأحزاب، بعض الأحزاب التي تقف الآن أمام فكرة العزل السياسي وتحديدا فصل 15 في المشروع القانون الانتخابي الجديد، الأشخاص هذوما كانوا هما وراء تكريس يعني فصل في القانون الانتخابي السابق يخص العزل السياسي. هذا من ناحية. نعم. يعني انتخابات 23 أكتوبر كان مطبق فيها العزل السياسي، ونعرف اللي القيادات ولا الحكومة الموجودة في ذلك الوقت هي اللي تشكل قيادات مثل بعض الأحزاب الموجودة الآن اللي ضد العزل السياسي. 1-2. نعم. أنا نرجع بك أكثر من هذا، نرجع بك إلى للاستقلال، يعني إلى 56. الرئيس بورقيبة كان قد أصدر قانون حرمان من الحقوق المدنية والسياسية اللي بمقتضاه منع النظام السابق ليه، يعني العائله اللي كانت حاكمه قبله، منحها من المشاركه حتى في اي عمل انتخابي او اي عمل سياسي او اي وظيفه عموميه. يعني كان قانون اقسى بكثير من مجرد العزل السياسي. هذا احنا نتحدث على الفكر البورقيبي. يعني الان اللي هم يدعيوا الانتماء لهذا الفكر، نعم. من المفترض ان يرجعوا لتاريخهم ويراجعوا تاريخهم ويعرفوا موقفهم من العزل السياسي. نعم سيد نبيل، نذهب فقط الى فصل ثم نواصل في هذا الموضوع.